مع سوء الأحوال الجوية وأيضا ازدياد الضباب وأيضا الأمطار وسرعة الرياح. هون من يعني من حذر السائقين على الطرقات، ينتبهوا كتير منيح من موضوع الحذر الشديد. أيضا الناس في بيوتها، ونترحم على رجل وزوجته من مخيم الجلزون بالأمس توفوا نتيجة تسرب الغاز بصوبة الغاز، وهم ما وعيوا عن هذا الموضوع. التحقيقات جارية من قبل الشرطة، لكن انتبهوا كتير من المدفأة، خلوا دائما في نفس في البيت. صوبة الغاز، صوبة الكهرباء، كل هاي الصوبات اللي نتيجة البرد الناس بتشعلها، انتبهوا كتير منيح تكون بعيدة عن الحرمات، بعيدة عن أي شيء سريع الاشتعال. دائما خلوا في نفس في البيت، شباك صغير يعطي هواء وأكسجين حتى ما ينقص الأكسجين. ربنا يرحمهم ويحمي الجميع يا رب. هذه الموجة وهذا المنخفض القطبي بحسب دائرة الأرصاد الجوية بيأثر على كل شيء حتى المزروعات. الآن في إرشادات للمزارعين مع المنخفض الجوي مع دخول المنطقة نتيجة تأثر المزروعات المكشوفة طبعا وتضررها بالكامل نتيجة هذا المنخفض. أيضا في توقعات بأنه يكون في هناك ارتفاع على أسعار الخضروات في الفترة المقبلة. نتحدث أكثر مع الخبير الزراعي الأخ ناصر قادوس عبر الخط الهاتفي معنا. أخ ناصر صباح الخير، أهلا بك معنا، وإذا ممكن نشاهد صور لبعض المزروعات أيضا التي يعني بصراحة كان تأثرت بالجليد صباحا. صباح الخير أخ ناصر. صباح الخير أخت ريم، وصباح الخير للجميع. صباح الخير للمزارعين الصامدين المتحملين للمخاطر والضربات والكوارث الطبيعية. نعم. والحاملين على عاتقهم الأمن الغذائي للجميع. وبقول الله يعينكم والله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا ربي. هذا المنخفض القطبي والجوي يعني بيأثر على الجميع حتى المزروعات بشكل كبير، وكما علمنا أنه في منطقة علار طول كرم، في كفر دان جنين، في بعض المزروعات المكشوفة بالدنومات يعني دنومات واسعة تضرر للأسف نتيجة هذا المنخفض. فتحكي لنا تأثير المنخفض على المزروعات، هذا المنخفض يعني حقيقة هذا المنخفض أو الجو اللي كان منخفض درجات الحرارة أثر في معظم المناطق كلها، حتى في مزارع ممكن الصقيع أو الجليد أنه ممكن يقضي على محصول كامل أو مزارع كاملة في ليلة واحدة، يعني لا يبقي ولا يذر. فبشكل عام المزارعين الله يعينهم في كل المناطق تقريبا تضرروا، ومش بس المزارعين، حتى على مستوى الحدائق المنزلية، الثروة الحيوانية بشكل عام كلها تتأثر بالصقيع. نعم. طيب شو مدى الضرر هذه المرة؟ يعني قديش حجم الأضرار إذا بدنا نتحدث عن حجم الأضرار تقريبا؟ والله حقيقة هو حجم الأضرار اللي بيقدره هو وزارة الزراعة. لحد الآن فيش تقارير، ما في تقارير رسمية عن الأضرار، لكن الأضرار جسيمة، وهي تعتبر كارثة طبيعية بالنسبة للمزارعين. عادة وزارة الزراعة بتقوم بحصر هذه الأضرار. نعم. هل اتخذت كافة الإجراءات الكافية خاصة يعني هو أكثر المزروعات اللي بتتضرر اللي هي بتكون يعني مكشوفة خلينا نحكي، فشو أنواع الخضروات المكشوفة اللي رح تتأثر في هذا المنخفض؟ هو شوف بشكل عام المحاصيل معظمها تتأثر ما عدا المحاصيل الشتوية، يعني محاصيل مثلا مثل الزهرة، الملفوف، السبانخ، الفول تأثيرها أقل. لكن أكثر المحاصيل تضررا، بتعرف إحنا صرنا يعني بطلت الزراعة كانت مواسم، حاليا لا تعترف بالمواسم، فبتلاقي في محصول مثل الكوسة، البطاطا يمكن كمان الخيار. البطاطا موسم عادة تزرع شتوي لكنها تتأثر بشكل كبير بالصقيع، والبطاطا محصول رئيسي، وهي ذروة الإنتاج. وإحنا بنتحدث عن محاصيل يعني عن مساحات واسعة في منطقة طوباس وفي جنين وفي مناطق نابلس، كلها تأثرت بالصقيع. يعني بتهيألي الخسارة الأكبر راح تكون فيها، والتأثير مش بس في المحاصيل المكشوفة، حتى في البيوت البلاستيكية. يعني ممكن ما يمكن المحصول ما يتدمر كامل، لكن راح يتأثر ثماره، راح تتأثر الثمار اللي
راح تكون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشهر الجاي كله راح تكون متأثرة بالصقيع، وزي ما حكيت انت هذا كله راح ينعكس على الأسعار بالتأكيد. نعم طيب، يعني خلينا نحكي هذا مؤشر على انه ممكن ترتفع اسعارها خلال الفترة المقبلة، خاصة اسعار الخيار والكوسة وهذه المزروعات. بالطبع، لانه يعني في جزء من الانتاج، اول شيء الانتاج بقل، يعني اللي كان يخطف 10 صناديق بندوره او خيار مش راح يخطف صندوقين اذا المحصول، اذا ربنا سلم المحصول عنده وكان المزارع حريص جدا وسهر على محصوله، هيك راح يكون. بعدين بالنسبه يعني مثلا انتاج البطاطا، يعني ممكن يكون في بطاطا عمرها 70 او 80 يوم انتجت صحيح، لكن راح يكون الانتاج نسبه بسيطه جدا لانه باخر فتره هي الحبه بتكبر، فبالتاكيد راح ياثر مش بس على الخيار بشكل رئيسي، على البندورة، على البطاطا، على معظم المحاصيل اللي هي طابعها انها اصلا كانت تزرع بالصيف. طيب شو نصائحكم للمزارعين اخ ناصر؟ يعني شو يعمل المزارع اليوم او شو كان لازم يعمل كمان، والاستمرار يعني من الاجراءات الوقائيه حتى يحمي المزروعات في ظل هذا المنخفض؟ حقيقة يعني معظم المزارعين معين، بس القضية انه مش كثير بايديهم يعملوا، بس بشكل عام يعني المحاصيل عندنا يا شجر يا خضر. بالنسبة للأشجار، الأشجار الكبيرة بالعمر يعني ممكن ضروري جدا، ممكن ما حد يقدر يعمله هذا الحكي بس المفروض انه كان عمله، مكافحة الأعشاب مثلا. ممكن الشجر الكبير، وانا بحكيش عن المساحات الكبيرة، يعني ممكن يلف الساق ببلاستيك. الأشجار الصغيرة خاصة يعني معنا مثلا محصول الأفوكادو، محصول الجوافة في مناطق الشمال كثير مهم، لكن يتأثر بشكل كبير، وهذا المزارعين واعيين انه لازم يحموه حتى لو ما كان في صقيع، واذا في صقيع لازم يتأكدوا من الحماية. ممكن نغطي الأرض بالقش، نغطيها بالبلاستيك. هسه بالنسبة للخضار، في الخضار المكشوفة واللي هي عادة مساحات واسعة، ويعني أكثر إجراءات ممكن يعملوها التدخين، يعني دخنوا مع المساء يعملوا دخنة في مناطق مختلفة، ممكن يستعملوا الزبل والكش مش الكوشوك، لأنه الكوشوك بتعرف مأساة بيئية. اللي عنده إمكانيات إنه يروي حتى في الشتاء، يروي طول الليل، يشغل الرشاشات، يعني راح يكون في ضرر من الري الزائد لكن أكيد أقل من الصقيع. بالنسبة للزراعة المحمية هي الأهم حقيقة، ولخسائرها أكبر بكثير بتكون، حتى لو البيوت البلاستيكية تتأثر، تدفئة للي بيقدر، وهذا الحكي مش سهل، يعني مش كل الناس عندهم التهوية، إذا ما كان مهيئ التهوية مهمة، يعني ممكن الواحد يشغل مراوح إذا بيقدر يشغل مراوح. نفس القضية التدخين، يعني إذا دخن في أكثر من مكان، من مكان يعمل دخن داخل البيت البلاستيكي. أهم حاجة إنه يسكر البيت البلاستيكي بكير، وفي أيام زي هذا ما فيش شمس لا يخليه مسكر، راح ترتفع الرطوبة أكيد، ممكن تكسر الأمراض الفطرية، بعوضها في رش من المبيدات النحاسية أو المبيدات الفطرية اللي المزارعين كلهم بيعرفوها. تفضل أكمل. هسه بالنسبة للحدائق المنزلية، والناس كثير بتعز عليهم. نعم صحيح، هي أكثر إشي بتتضرر الحدائق المنزلية كمان. صحيح لأنه مش جاهزين. يعني اللي عنده شجرة وبتعز عليه يلفها ببلاستيك. اللي عنده زراعة بالقوير يدخلهم على البيت، حتى يعني ما بيأثر عليهم انه ما يكون انه في شمس او ما بشي شمس، لا دخلهم على البيت لتروح الموجة. احنا بنحكي عن جزء احنا بنحكي عن جزء النباتي، بعرفش لو بنحكي الثروة الحيوانية اكيد تتأثر بشكل كبير، وهي قضية مختلفة. نفس الحاجة انا بعرف انه يعني وزارة الزراعة وكثير من المؤسسات بيبعثوا للمزارعين تحذيرات يتبعوها، النشرة الجوية الكل متابعها. أهم شيء الإرادة عند المزارع، صدقيني معظم المزارعين بيعرفوا شو اللي ممكن يعملوه، لكن لازم يعملوا، يعني اللي بده المحصول تبعه ينجو بيسهر عنده. أنا بعرف إنه المزارعين ما بيناموا بالليالي مثل هاي، ما بيناموا، بيقضوها داخل البيت البلاستيكي، وحقيقة هي مجزية، لأنه اللي بيحافظ على محصوله راح يكون الإنتاج، يعني السعر راح يكون عالي، فإيش ما دفع من تكاليف التدفئة إلى آخره راح تكون راح يرجع المردود له.
أحد الإجراءات المهمة اللي ممكن الناس تعملها يعني بالمزارع الزئبق الطبيعي رؤوس الحيوانات إذا تدخل داخل البيوت البلاستيكية مثلا وترطب هو بحد ذاته هو بصير يعطي حرارة يعني بيساعد بيساعد بشكل كبير. جميل. طبعا في إجراءات عامة يعني بنحكيش عنها لازم المزارع من البداية يكون عاملها يعني اختيار موقع الزراعة ضروري جدا يعني الجهة الجنوبية الجهة الشرقية مشان أول ما تطلع الشمس على طول ما يظل الصقيع متراكم عليها المنطقة اللي فيها حركة هواء خفيفة كويسة مصدات الريح يعني لما بدي واحد يزرع ضروري جدا يكون عنده مصدات في الجهة اللي بيجي منها الريح البارد السماد ضروري المزارع يكون يعني معطي سماد متوازن للنبات وهذا كله بيساعد في التخفيف من أثار الصقيع. نعم يعني هذا مهم جدا. السنة اختلفت عن السنة الماضية بمعنى هل كانت أشد قسوة حسب خبرتك ولا لا؟ حقيقة السنة في بيجي عادة يعني مع الزمن بيجي موجات صقيع قاسية جدا. السنة الماضية مش كثير سمعنا عن الصقيع، السنة لا، السنة كان دمار كبير إضافة للفيضانات يعني مش بس صقيع هو فيضانات وربنا يستر البيوت البلاستيكية إن شاء الله ما يجي عواصف ريح الطير الغطاء البلاستيكي كمان إن شاء الله. السنة أشد هاي الموجة قاسية جدا كانت إن شاء الله بتكون أخف على المزارعين مستقبلا. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والتوضيحات الخبير الزراعي السيد ناصر قادوس، شكرا جزيلا لك.